بين إدارة السلطة ومفهوم الدولة تحضر المتناقضات وتغيب الرؤى. ومنذ اللحظة الثورية الأولى عندما قام النظام الجمهوري في اليمن كان جوهره الأساسي قائما على فكرة بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تجسد مساواة قانونية لا تكون بديلا عن المساواة الاجتماعية لكنها مقدمة لها. إشكالية السلطة والدولة والفصل الجراحي الدقيق بينهما ظلت معضلة القضية اليمنية والمشروع الوطني الذي ناضل من أجل أن تكون السلطة أداة لبناء الدولة لا هدمها. ولفترات طويلة خضع اليمن للمحاصصة والاستحواذ العائلي والفئوي، وكانت هذه هي المسامير التي تم غرسها في نعش الدولة لتقويضها، ودفع الشعب في سبيل ذلك تضحيات كبيرة وحكومته الرشيدة. اللحظة اليمنية الراهنة لا تزال تعاني من المعضلة ذاتها المتمثلة بإدارة السلطة بمزاج غير مؤسسي قائم على المحاصصة الفئوية والمحسوبية على حساب المؤسسية والكفاءة والنفوذ على حساب التوازن الوطني. مخرجات الحوار المتعلقة ببناء الدولة تحدثت عن تأسيس الدولة الجديدة من خلال البدء بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة لجميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون. تلك المخرجات تعرضت للإعاقة منذ الانقلاب الذي رفع العديد من اللافتات البراقة، وكان في جوهره ثورة مضادة لمشروع الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة القائمة على المؤسسية والتوازن الوطني. يخضع الأداء المؤسسي لدى الحكومة بحسب مراقبين للمحاصصة التي أنتجت تآكلا مؤسسيا لبنية الدولة لا علاقة لها بالحكم الرشيد المنصوص عليه في مخرجات الحوار، فيما تسعى أغلب القوى داخل أجنحة السلطة للحصول على نصيبها من الغنيمة على حساب دولة كل اليمنيين. المناصب العليا للدولة أصبحت مجالا للترضية يراعى فيها مزاج القوى ومراكز النفوذ أكثر من مراعاة إعادة بناء الدولة على أسس عصرية قائمة على فكرة أن تكون السلطة وسيلة لبناء الدولة وتقدمها.